أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة؟ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالاستعانة عند المصائب والصبر، بالصبر والاحتساب، الاستعانة عند المصائب بالصبر والصلاة وترك الجزع والتسخط. يا أيها الذين آمنوا استعينوا على ما يصيبكم في هذه الدنيا من المكاره، استعينوا على تحمل ذلك بالصبر، وهو حبس النفس. الصبر هو الحبس في اللغة، والمراد به هنا حبس النفس عن الجزع والتسخط، حبس اللسان عن الكلام المحرم من الندبة وتعداد محاسن الميت والنياحة، وحبس اليد عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، وحبس النفس عن الجزع. هذا هو الصبر، استعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصلاة تعين على تحمل المصائب وتحمل المشاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يستعين بها على ما على تحمل ما أصابه وعلى حل المشاكل التي تعرض له، لأن الصلاة لجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء له ومناجاة له، فيعينه الله على حل مشاكله وشدائده بذلك. نعم.